كيفاش المعيشة ديالكم في الزاوية؟ أنا لا كنحافظ لك في الغابة، وكنحافظ في التجارة ديالنا، وكنحافظ في الغابة في الغابة، وكنسعد السيدة ديالنا، وكنعيش، وعندنا الطريق ما كاين، الهواء ما كاين، الماء ما كاين، هادشي علاش كنعيشو حنا، ملي كنتسكو، السيبة والحظ. صافي. السيبة والحظ. وشنو المشاكل اللي عندكم في المشاكل هنا في التجارة ديال الزاوية؟ تدخلوا مالين برا، ماشي من الزاوية، تدخلوا مستمرين في الزاوية ديالنا، في التجارة ديال الزاوية ديالنا. بلا قانون احنا ما عندناش ديالنا، هما دخلوها دخلوها مول الزاوية ديالنا، المقدمة ديالنا. دخلوا ديك الناس الزاوية، احنا ما عندناش حق ديالنا. ما خليتيش ديالنا. احنا ما خدناش حق ديالنا، وداونا حق ديالنا، وكنجرو على حق ديالنا نشدو. كيفاش كطلبوا دابا؟ كيفاش كطلبوا دابا؟ شوف غادي نهضر معاك انا، انا ما جيت منهم حتى دابا 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 ما كان الحق ما عندي الحق ما عندي كي دابا هاد الناس تبراني حنا كنقلبوا على ديالنا ساعه وشما دابا حنا في المحاكم معاهم حنا كنقلبوا حقوق ديالنا في كثره القضاء باش تقدر تقدر حنا في المحكمة راه حنا في المحكمة دابا وزاد الزاوية باعها ما عندو حق باش يبيعها اللي كان راه عندنا حق ديالنا حنا هادو ما عندهمش حق ديالهم وكاين حق ديال الديوان هذا انا دو تيبيع دابا باع كيبيع في تكرار وباع امريكا العنصر ما خدا حتى مصيره في العنصر دابا راه باع باع رواد راه مغلطه تعرفنا تما وعاودنا وعاودنا دابا لا دابا دابا ديالنا ما كانش مقدم الصفه ديالها ما عنديش الصفه يعني مقدم بحال الفيديو ديالنا غير ذحيبي دابا انا نابو وباع 200 200 كتار عامل هاك 200 كتار كتر احنا ماشي حكومة يد الدولة هذا الشيء يد الدولة ماشي حكومة ديالي ديالي ويبيعها يد النصب الدولة